رفض رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الاتهامات التي وجهت لائتلافه بتعطيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. الحكيم وفي إشارة إلى المالكي شدد على أن لا مشكلة شخصية مع المرشحين، ولكن هناك تحفظات واضحة على المنهج وطريقة التفكير وطبيعة إدارة الأمور. بعض يرى أن التعطيل إنما هو في أننا لم نجري خلف الرجل الواحد، فإما أن نجري خلف رجل واحد فنكون قد ساعدنا في تشكيل الحكومة، وإما أن نتوقف فذلك هو تعطيل لتشكيل الحكومة. ولا يسأل الرجل الواحد لماذا لا يتخلى ولا يعطي الفرصة لغيره حينما يجد كل هذه التحفظات الوطنية الواسعة. أخاطب المتصلبين وأطالبهم بسحب ترشيحهم وفسح المجال لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن بما يلبي طموحات المواطنين العراقيين. إن عدم استجابة البعض لهذا النداء سيجعل الخيارات مفتوحة لأي خطوة من شأنها أن تساعد على الإسراع في تشكيل الحكومة. الحكيم كشف عن تكالب تعيشه القيادات الكبرى في مؤسسات الحكومة والدولة عموما، عنوانه الحصول على الامتيازات ومن بينها أراض في أفضل مناطق بغداد. إن هذه الضغوط يتحملها المواطن العراقي في وقت تتوزع الأراضي الذهبية في أرقى المناطق في بغداد والمحافظات للسادة الوزراء وذوي الدرجات الخاصة على ضفاف نهر دجلة وغيرها وغيرها مما نسمع وتسمعون وتتابعون عبر وسائل الإعلام. ويستكثر على الفقراء أن يمنحوا قطعة أرض في صحاري وبراري العراق الواسعة. دكتور عبد الجبار، أسألك، يعني لو كان المتحدث هو غير رئيس المجلس الأعلى الإسلامي سيد عمار الحكيم الذي طبعا ينتقد هنا الحكومة ومسؤوليها بقوة، المسؤولين الذين باتوا مشغولين بحسب وصفه بالحصول على مزيد من الامتيازات تاركين المواطن العراقي يواجه يعني أزماته المعيشية لوحده، أسألك يعني دكتور عبد الجبار، لو كان المتحدث غير السيد الحكيم لانهالت عليه الأوصاف والاتهامات الجاهزة، تكفيري، بعثي، ضد العراق الجديد إلى آخره، اليوم من يقول الكلام بفساد قيادات الحكومة والدولة هو أحد قيادات العراق الجديد، ماذا يكشف هذا برأيك؟ يعني يكشف من أن هناك مفهومان للسياسة، المفهوم المثالي الأخلاقي بصبغته الدينية والشرعية، والمفهوم الواقعي بصبغته الوضعية. ما يحصل من 2003 حتى هذه الساعة أنا أعتقد هو ابتعاد تمام الابتعاد عن الصبغة السياسية المثالية، بمعنى هناك مفهوم السلطة الخادمة وهناك مفهوم السلطة الحاكمة، استنادا لتجربة البرلمان العراقي في 2005 وفي 2010. يعني كاد نشهد في الحالة العراقية في 2010 أن جميع العراقيين كانت لديهم رغبة في الترشيح لمجلس النواب، مع احترامنا لهذا الحق الدستوري المباح للجميع والمتاح للجميع، ولكن حينما كان هناك يسأل هذا الشخص عن سبب ترشيحي أو رغبتي في الترشيح للبرلمان، أول إجابة ستكون هو الامتيازات، بمعنى أصبحت مساعي الوصول إلى ممارسة السياسة في العراق والوصول إلى السلطة في منصب صغير أو منصب كبير، منصب وزاري أو منصب مدير عام، هو تحقيق المغانم والمكاسب. للأسف الشديد هذا هو الذي يفتح باب بوابات الاتهامات والسجالات المتبادلة ما بين الأطراف العراقية. في السابق في فترة خلت كانت الاتهامات توجه من أطراف خارج العملية السياسية، اليوم أعضاء المشاركون في العملية السياسية هم الذين يوجهون الاتهامات المتبادلة. هذا يكشف أن هناك خلل في بنية النظام السياسي العراقي، أن النظام السياسي العراقي بقدر ما أنه حقق إنجازات محددة ومعينة في الجانب الاجتماعي أو في الثقافي أو في الصحي في التربوي، هذا متروك للمشاهد هو الذي يقدر نسبة هذا النجاح، ولكن أيضا في المقابل هناك نسب لإخفاقات معينة أيضا تتراوح مدى نسبية أو نسب هذه الإخفاقات، ولكن هناك خلل في بنية النظام السياسي. نعم. الأصل هو العودة للمشروع الأساسي، أن المشاركة في المناصب
هو ليس تشريف إنما هو تكليف. وكذلك حينما نريد أن نضرب أمثال كثيرة عن سلطة المغانم وسلطة الخدمات، ينبغي في النظام السياسي الديمقراطي أن تكون دالة المصلحة العليا، دالة المصلحة المواطن وخاصة الفقراء هي الدالة الأساسية. ولكن للأسف الشديد ما حصل في العراق، وهذا تشترك فيه جميع الحكومات، ثلاثة حكومات، لا نستطيع أن نبرر حكومة على حساب حكومة أخرى، جميع الحكومات كان هناك فيها مساعي في بعضها أو في كثيرها من أجل تحقيق المغانم. أنا أعتقد المغنم الأساسي الذي ينبغي أن نفكر فيه هو في كيفية إيجاد الخدمة للمواطن الذي انتخب هذه الحكومات الثلاث. دكتور عبد الجبار أحمد، يعني حقيقة دعنا ننتقل إلى عرض موضوع آخر شهده الأسبوع الماضي، ففي اعتداء آخر يطال تنظيمات الصحوة التي كانت نقطة التحول في هزيمة مسلحي القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب نحو 40 بجروح في اعتداء استهدف قوات الصحوة في ضواحي العاصمة بغداد. هجوم انتحاري بحزام ناسف أودى بحياة 43 من عناصر صحوة الرضوانية غرب بغداد، وأصاب نحو 40 منهم بجروح أثناء تجمعهم قرب مقر للجيش العراقي لتسلم رواتبهم الشهرية. حادثة استهداف الصحوات أثناء استلامهم لرواتبهم طريقة تكرر تنفيذها من قبل المجاميع الإرهابية في أغلب مناطق العراق، الأمر الذي أثار استياء ذوي الضحايا وامتعاضهم من الإجراءات الأمنية لحمايتهم في ظل عدم استلام الكثير من أبنائهم لمستحقاتهم المالية منذ أشهر. صار 6 شهور ما استلم رواتب، بس راح تستلم رواتب كل هالعالم، هذه مطلوبه العالم تطلبها فلوس، وهسه راح تستلم رواتب حتى تسدد العالم، وبالتالي هذه يكون مصيره لهم، حقوق هذول راحوا. دكتور عبد الجبار، يعني تابعت معنا المشهد الدموي الذي تعرض اليه عناصر الصحوه، وهو بالطبع طبعا مشهد يكاد يتكرر يوميا في العراق ويطال في كل مره فئه ما من العراقيين، يعني عن اي تحسن امني نتحدث؟ وهل برأيك نال من كان السبب المهم في دحر تنظيم القاعدة الجزاء المناسب لعملهم؟ يعني الكل يعلم أنه مشروع الصحوات وفكرة الصحوات إنما هي أداة استطاعت أن تسهم في تحقيق الأمن في مناطق مهمة وحساسة في العراق، إلى جانب جهود التي بذلتها الحكومة العراقية في تحقيق الأمن. لكن هناك وجهات نظر متباينة، لا بل حتى متصارعة حول هذه الأداة. البعض ينظر إلى الصحوات أو بعض من هذه الصحوات على أنما هي تمثل الأداة الأمريكية في العراق، على اعتبار أنها كانت من بنات الأفكار المشروع الأمريكي. البعض الآخر ينظر إليها على أنه تحاول أن تكون هي خط موازي ورديف لأجهزة الدولة والحكومة، وهذا ما لا يمكن أن يسمح به. البعض الآخر ما زال يشير لها بالبنان ويعتبرها هي التي أسهمت حقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن في المناطق التي عجزت بها بعض مفاصل الدولة للوصول إليها. هذه النظرات المتصارعة ينبغي أن لا ينسحب لأن تكون هي فكرة الصحوات وأداتها ومشروع الصحوات إلى مشاريع متصارعة ما بين الكتل السياسية أثناء الإعداد أو الإسهام لتشكيل الحكومة العراقية. بمعنى هناك شق اللي هو شق الرواتب والمالي، هو هذا اللي حاصل الآن رغم تأخره، لكن الشق الأهم لابد من وجود مؤتمر حكومي عراقي متبادل ما بين جميع الأطراف، تحاول أن تبحث عن الأساليب التي من الممكن أن تحول مشروع الصحوات من مشروع مؤقت في فترة معينة في 2006 أو في 2007 إلى مشروع مؤسساتي ضمن إطار الحكومة العراقية. عندئذ هذه النظرات المتصارعة ستتحول إلى نظرة عراقية حكومية واحدة، لن تفتح باب السجالات أو التصارعات. أما هل يكافئ أبناء الصحوات هذه المكافأة؟ أنا أعتقد القاعدة أول من يستهدف هذه الصحوات على اعتبار أنهم قد منعوا تحقيق المشروع السياسي أو الأيديولوجي أو الفكري في بعض المناطق، فهم مستهدفين من القاعدة بالدرجة الأساس. الاستهدافات الأخرى تأتي استثمارا لحالات الخرق أو الثغرات الأمنية التي أوضحتها وزارة الأمن الوطني.